السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيت نرد على واحد السيدة اللي كانت خرجات بالروتين اليومي وخرجت معها البنيات ديالها، واحد الأم اللي كتعتبر راسها فقيرة ومحقورة. الفقر راه ماشي عيب، بالعكس الناس اللي دوزوا الفقر هما صاروا أغنياء، والناس اللي هم أغنياء عن وراثة من جد لجد، هذا ما خصكش تقارني راسك معاهم. والناس اللي دوزوا الفقر حاربوا واجتهدوا وكدوا باش وصلوا للغنى، والناس اللي كتشوفوا يومنتية ديال هذا العصر، هذا ديال عصر السوشيال ميديا، اللي كتشوفيهم خارجين وداروا شركات وداروا مشاريع وداروا هذا الغنى السريع، الغنى المفضوح، الغنى الشهى، هادو الناس اللي طلعوا اللي كنا كنسمعوا عليهم تيقول لك الحرام كيطلع بسرعه وكينزل بسرعه، هذا هو اللي بغيتي تقلدي انتيا وبغيتي تربي به البنات ديالك. انا جيت نرد عليك كتقولي انا مهرسه من ظهري وانايا عندي الفقر وما خلصناش الضو وما خلصناش الماء والكرا وما جيتوش تشوفونا. حتى واحد ما كيشوف شي واحد جيعان، راه المئات ديال الناس جيعانين وجالسين في ديورهم، المئات ديال الناس ما كيعيدوش، راه كيخرجوا غير هذوك اللي معيدين وواكلين وشاربين، والاقليه اللي كيخرجوا اللي الناس اللي هما اللي كيتصلوا لهم القنوات ديال الاعلام اللي كيقولوا لهم اجي وتشوفوا. اما الاغلبيه اللي كيخرجوا روسهم بحالك انتيا وكيدعيوا الفقر، هذوك كيبغيو يعاندوا. علاش حال كيعاندوا وعلاش كيعاندوا؟ كيعاندوا على الفلوس وكيعاندوا الناس اللي كيتفرجوا فيهم في اليوتيوب ودايرين قنوات وتيخرجوا وتيقولوا حنا غادي نتعراو. هل انت دابا ام صالحه اللي كتفرجي في هذه القنوات؟ ماشي ممنوع انك ما تفرجيش، تفرجي فيها ولكن ديريها عبره ان انت ما خصكش تخرجي بنت او انت وتقولي انا غنتعراو. هيام الا كانوا الناس تعاطفوا معها، عندها جوج ديال الدراري صغار وبغات توكلهم وعاودت القصه ديالها باش قالت هذيك الكلمه، ومن بعد عاونوها الناس وقالوا لها حيدي عليك هذيك الكلمه وبلا ما تقول، ماشي خافوا منها لا تعرى ولا ترقص، اللي بغى يرقص يرقص يسد عليه الباب ويتحزم ويطلق كاسيطه ورا ما يشطح. قالتها وما قدتش عليها وما تقدرش ديرها لان المخزن كاين في البلاد كيف ما قلتي، وحنا ما عايشينش في غابه، اللي بغات ترقص تمشي ترقص، وهذيك الساعات تعرف راسها اش منين كترقص وكتعرى وكتعرى. حتى العرا اللي كيقولوا غنتعرى وما كيتعراوش كامل، كيتعراو شبه عريانين شبه، يعني ملابس الرقص ياك، وعندو الرقص اماكن ديالو، البارات، العراسات، محلات، حانات، هادو كيتعراو كيشطحوا فيهم وكيلبسوا فيهم ملابس الرقص، يعني كل حاجه بالسلاح ديالها ياك. واللي بغى يشطح في دارو راه كيشطح، كيسد هو ووليداتو كيدير الجو وكيشطح وكيجيب جيرانو وخوتو وحبابو وكيدير مناسبه وكيحطها وكيرقصها كيرقصها وكيرقص، هذا في حدود الحشم، راه ماشي عيب الرقص، الرقص على الرقص كيختلف. لكن انتيا خديتي هيام على اساس ان هاد البنت هادي قالت هكا وطلعت، راه ما طلعتش، راه باقا هي كتطلع وكتهبط، كتطلع كدير البوز وكتعرف باش كدير البوز. خديتي هذيك السيده اللي واخده راجل كبير وتسجنات في الحبس وسجنوها الجيران ديالها لان شوهتهم وكيجيو كيكميو عندها الحشيش، هذيك السيده هذيك بعد ما طلبوها الناس وقالوا لها وقفي ونعطوك واحد الاجر وما بغاتش، حتى هي كطمح انها تزيد، وخديتيها مثال. هذوك الناس ما كيتخادوش مثال، علاش ما تاخديش بعض الامثله اللي هي مشرفه؟ وخديتي ناس اخرين اللي ما كيشرفوش نفسهم وما كيشرفوش البلاد، حتى نفسهم تبري منهم باش انتيا، ماشي غير انتيا اللي كتشوفي، باش انتي توريهم لبناتك، باش بناتك تخرج. شوفي بنتك كيفاش كتهضر بواحد الجراه وكتغوت وفارده نفسها. تصوري الاخت بنتك ما نجحتش لها هاد القناه وما طلعتش، انت غير ديري فراسك ان ما نجحتش وما طلعتش وما دارتش البوز وما غناهاش الله،
لان كل حاجه بالمكتاب ديالها. فين غتمشي هاد البنت؟ اش كتصوري غدير هاد البنت؟ غتقول لك وريتيني ما ندير، وما كاينش غتمشي دير شي حاجه ديالها لراسها، لان انت عطيتيها المفتاح باش حلات وخرجت القدم الاولى ديالها وانطلقات. كاينين منك عداد واكثر منك، قلت لك وما تيخرجوش، كيخلو بنياتهم تيقراو على شمع ما عندهمش الضو، كيطلبوا الجيران الماء او كيمشيو يسقيوه من شي بلاصه، ساكنين في دور الصفيح وهربانين عليهم رجالاتهم، وخلوهم لهم غير صغيورين او حتى كبار. الدراري كيقراو وكيمشيو يخدموا، كيجيبوا شويه كيعاونوا الوالده ديالهم، والام ديالهم كتمشي تخدم، ما كدير حتى شي خدمه عيب، كلها الخدمه كديرها انها جنديه مجنده طالعه كتخدم باش تجيب واحد الطرف ديال الخبز لدوك الوليدات، وكتخلص الكراء او ما كتخلصوش على حسب الظروف ديالها. وكبروا الاولاد وصلحوا البلاد وصلحوا نفسهم وتزوجوا وحاربوا الفقر بالحياه ديالهم، ما بقاوش تاكلين على الفقر كيعيشوه، لا خدموا وعطاو لراسهم واحد الفرصه باش هما يكونوا نفسهم، لان الظروف اللي لعبت بهم وطيحتهم وما عرفتهمش تغلبوا عليها، وعلموا الدرس لولادهم باش يتغلبوا على الظروف وما يتيقوش فيها. المراه كتعلم بنتها ما تثقش في الراجل، تعاشروا مزيان وكل شيء ولكن دير منه طوسيو، والراجل تتعلموا المراه انه ما يثقش تعلموا الام ديالو ما يثقش في المراه انه يدير منها اتونسيون ويعيشوا ويديروها طونسيون من الوقت ومن الحياه، لانهم هما ضروا من هذاك الشيء. هذوك الجوج ولا دوك الثلاثه ولا دوك البنات ولا اللي كتقولي عليهم مشوهين حالتهم، ياك انت بعدا لاحظتهم انهم مشوهين حالتهم وما لابسينش مزيان، وبنتك كتقول عليهم الكلبات بواحد اللفظ، يعني نتوما كتهموا الناس وما كتشوفوش حالتكم نتوما. راه خرجوا حيت نتوما خرجتوا شوهتوا راسكم، راه انتي جالسه وكتشوفي بنتك، بنتك عندها لابسه اللباس الداخلي كيبان، وجالسه وكدير حركات ما هيش حتى ديال الخدمه حتى هي حتى ديال الروتين. راه خصك تفهمي شنو هو الروتين اليومي عاد تخرجي بنتك ديريه. انتي خرجتي قلتي بغينا نديرو الروتين يومي باش تجيبي لي فيو باش تطلعي القناه، علاش ما تخدمش ديك القناه على شويه بشويه بشويه تتقرا تطلع، ومن المحتوى للمحتوى وغيري المحتوى باش تخرجي بواحد النتيجه زوينه ويقراو. على نتوما دابا ما هذيك البنت ما غادي تخدم ما غادي تقرا ما غادير والو، كتسناو القناه تطلع باش تعطيكم الفلوس. ما فهمتش انا والله ما فهمت. وانتي اللي مهرسه من ظهرك راكي جالسه، اللي مهرس من ظهره راه ناعس مواطي، انتي جالسه بيعي الكيس هاد الحمام، بيعي الصابون، بيعي الخضره، بيعي الديسير، بيعي البيض. راه بنات تبارك الله فين تباني انتيا من الصغر ومن الجمال ومن الاخلاق، ماتوا لهم رجاله كاع ما بقاوش كيقلبوا عليهم يجيبوهم غيجيو واحد النهار يعاونوهم عليهم او يحنوا على وليداتهم، صافي تقطعات بهم الحياه، ماتوا الرجال وتردموا وقالوا صافي والحياه هنا وقفت، ولكن ما وقفوهاش، خرجوا داروا بعض المشاريع اللي هي صغيره وخدموا وكبروا وليداتهم، كبروا معاهم تقدوا معاهم، كيسالوا القرايه كيجيو يحطوا الشكاره حدا الوالدين ديالهم، يا كيحفظوا يا كيبيعوا. الام كتمشي كطيب كتخلي الولد ولا البنت وكيحترموا الناس يقدروهم وتيردوا لهم البال، حتى الا ما كاينينش كيبيعوا لهم كيحطوا لهم الحساب ديالهم حتى كيجيو كيردوا اللي قسم الله وكياكلوه ومربين وليداتهم. وكتقول لهم هما راه هذه ماشي هي الحياه، الحياه هي اللي وقفات وحنا كنحاربوا باش نطلعوا ليها، وانت دابا جايه راه المخزن كاين وعاش جلاله الملك. هاد اللغه اللي كتقولي انت ديال عاش هو اللي بينا وهو اللي هو، راه ما قالكش خرجي دير، راه عداد منك راه ما يشرفوش جلاله الملك وحده بحالك انت كتطلع هكا وكتهضر. ايوا واش يقول لها دوك اللي رباو دكاتره ورباو مهندسين ورباو محاميين ورباو طيارين ورباو بزاف ديال المهن رباوها، كانوا كيخدموا غير في الديور وكانوا كيبيعوا ويشريوا، وكانوا ومنهم عيالات اللي دابا داروا الطربوش ولبسوا الكسوه وكيشطبوا الزنقه وكيخدموا. علاش انت ما تخدميش؟ علاش ولا قصد الحال كاع ديك البنت ما بغاش تقرا تخليها، راه كاينين المعامل
علاش ما بغيتو تنطلقو دغيا؟ بغيتو تاكلو دغيا الشوا، وبغيتو تحطو الطبلة واعرة، وبغيتو مبغيتوش تمشيو بشوية بشوية. خلات هاديك خبزو زيتوني واتينا، وخبزو زيتوني شبعنا، ولا معرفت كاع كيفاش دايرة. بغيتو تنطلقو، رجع الناس عانات، المغرب كامل كيعاني، الدول كلها كتعاني، راه حتى الدول اللي عندها الفلوس كيعاني. وماليا راه الولاد بغاو يخدموا، بغاو يأسسوا ليهم، بغاو يجوجوهم واخا عندهم الفلوس. المغرب راه كيعاني، كيعاني من الفقر، كيعاني من الغلا. علاش ما يهاجمكش انت؟ علاش يهاجم الزيت؟ الزيت راه اللي هاجم واللي يهضر عليه، انت اللي شافك هو ما قدرش على الزيت، لان كاين اللي كيهضر عليها قدر عليك انت. انت كيشوف كأنه ام ومعاك البنت، وبنتك دابا بنتك ما عندها حتى شي جمال اللي انت مخرجاها هكاك. ما كون كانت جميله بحال البنات اللي هما جميلات وتيحشموا تيحشموا، قال لك الزين تيحشم على زين، والخايب لا هدا الله. ماشي شي جمال ودايره هاد الحاله وكتعصب وكترعد، وقالت لك فيها كتشرب الدواء عند العصب، ما تحملش اللي يحقرها. عرفتي بنتي شكون اللي حقرك؟ ما حقركش المغاربه. كتقول لهم خوتي وخواتاتي المغاربه، راه حنا انتم تنعتذر منكم. وبنتك تتخرج تقول لهم المغاربه راكم حقرتونا. تقادوا بعدا، يا تهاجموا يا تجاملوا. راه حقراتك امك اللي خرجاتك لهذيك ديك الحاله، راه امك راه خصك تجلسي وتسمعني، راه امك اللي خرجاتك للحقره. امك اللي قال لك اللي بغى باه امه يجمعهم فمه، يعني ما نقول لحد دير امك باش ما يقوليش دير امك هو انت، ما نقوليش نعلبوك باش ما يقوليش نعلبوك هو انت، ما نقوليش الحمار باش ما يقوليش الحمار هو انت. انت راه ماشي بنت امك بوحدك، راه انت بنت الشعب. من حق اي حد يشوفك، ما جارك، جارك راه هادشي اللي ما بقاتش الجوره. جارك الا شافك ماشي تاليه، راه خصو عنده الحق باش يهضر معاك. في الشرع وفي الدين عنده الحق باش يهضر معاك، يقول لك اتقي الله وسيري حشمي شويه. وهذا علاش؟ لانه كيعتبرك انك اخت ديالو. ملي وليتو كتمنعوا الجيران يهضروا معاكم، ولاو نتوما تيشوفوا فيكم واحد النظره ديال انه خصو يوصل لك باي طريقه، ما يهضرش معاك كاخت. ملي كتمنعيه تقولي ليه ما تهضرش، ولا جارك ماشي هو اللي ساكن حداك، راه حتى اللي دايز من حداك في الطريق، ملي تقولي ليه ماشي شغلك فيا، مره اخرى يعاود يدوز ولا يوقف لك في شي قنت بعيد ويستناك تدوزي يبسل عليك يتصاحب معاك وتنسيه انتي. اما الا قال لك حشمي ودخلي سوق عرضك، وكنتي متربيه مزيان وامك مفهماك شنو هي الادب وشنو هو الصواب، نهار اخر ملي غادي غتعقلي عليه غدوزي غتحني راسك. راه الناس كلها عانات، راه عيالات خدموا على الرجال مرضوا دار عليهم الوقت، وعيالات خدموا على ولادهم هربوا عليهم الرجال، وعيالات خدموا هما ورجالاتهم. راه الحياه هكا دايره، راه متنوعه، ورا الله اللي عنده الحكمه في هذاك الشيء. ملي كيكبروا الدراري وكيعطيهم الله كيرجعوا كيعرفوا النقطه، علاش صار اليوم هذاك الشيء، علاش وقع هذاك الشيء. يا اما تيكتشفوا شي حاجه، يا اما الحياه مع داك الشخص ما غادي كانت غاديه في الهويه. يا ربي كينقذك بواحد الحاجه، خصك غير تقولي الحمد لله، قولي الحمد لله وخدمي فاش ما كان، فاش ما كانت خدمي. لا فلانه المراكشيه، شوفي بعدا لما صار لكم اللي صار خرجتي بالفيديو وما قنعكش، وعيطتي للقناة ديال شوف تي في، قلتي لهم اجي وسجلوا معايا. وبعد ما بديتي الكلام ما بديتيش انك محروقة وعندك المشكل، لا بديتي كتعطي الاشهار ديال القناة ديالك باش دعموني ودعموني. وهذا الدعم راه هو كسيدة، راه الدعم ديال القناة ما داروهش معك الناس المغاربة، راه دعموك كأنهم ضربوك. وهذا الشيء اللي غادي تبقاي تسناي منها، واخا تغيري، واخا تغيري، لان خرجتو حقدوا عليكم. ماشي دوك اللي هضروا معاكم، راه هذوك عندهم واحد الغيره عليكم، ماشي سوقهم فيا، ما عندهمش الحق باش يهضروا معايا شنو درت ليهم. لا راه انت اللي خرجتي شحال هذه، ما كان حتى واحد تيحقرك ولا تيسبك ولا تيعيرك ولا تيقول لك الروتين اليوم، لان كنتو جالسين بالفقر ديالكم غير ما بغيتوش تخرجوا تخدموا. فكرتو فكرتو بقيتو كتدخلوا، كان عندكم اليوتيوب وكان عندكم التليفون وكان عندكم باش تدخلوا كتفرجوا، بقيتو كتبرمجي انت وامك، وامك كتقترح عليك، وامك دافعاك وجالسه حداك وكتحتارمك الا كتهضري، كتشوف فيك واحد الشوفه ديال كتفتخر بك.
راه كاينه اللي عاشت مع والديها في الفقر، واخا خدموا واخا ما غلبوش على الزمان، وهي بداك الاحترام وداك الادب، والجيران شافوهم وحبوهم وبغوهم، نضو تسببوا لهم في الزواج وتزوجت ديك البنت ونقذات الحياه ديال الدار كامل، وطيح عليهم ربي واحد النصيب اللي شرى لهم دار وعاونهم ودار لهم مشروع، عاونهم دفعهم شويه او دار لهم شهريه على حسب، على حسب المستطاع ديال النصيب اللي طاح فيهم. وخرجت هذيك البنت بداك الجمال وداك التربيه ديالها، بداك التربيه، راه التربيه كتفوق الجمال، راه حتى الانسان الا ما زوينش وكان متربي كيعطيه ربي واحد النور، واحد النظره كيشوفها فيه الانسان، انه راه كيدخل القلب. بعد المرات كتشوفي شي واحد تقول له انت شوفي لا زين لا مجي بكري واخد لك، لا هذيك راه فيها واحد الصفه كيشوفها هذاك الرجل، شافوها الناس اللي توسطوا ليها مع ذاك الرجل. انت سبحان الله بنتي ما عندك لا وجه لا دين لا ملة، لا انت لا امك، بحال بحال، ايه مقبولين ولكن كيبغيكمش القلب، حاشا صورة سيدي ربي. اتقي الله في دوك البنات باش ينفعوك واحد النهار، ماشي يرجع لهم، راه باقي ما ناضجاش البنت، تكبر وغادي تقول لك انت سبابي اللي درتي لي هاد الحالة. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.